ابعد يا خال ابعد ابعد راح الزلمة يا حرام راحوا الناس. كان هناك رحلة مدرسية فيها 37 طالب وطالبة وفي 7 مشرفات بمعنى 44 شخص. كان هناك 44 شخص رحلة مدرسية في هذا الموقع. وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمان غنيمات إن رئيس الوزراء كلف الجهات المختصة بالتحقيق بالحادثة وإيقاع أقصى العقوبات بحق المقصرين في هذه الفاجعة. Thank you.